غادي نمشي نصوت، ولكن نمشي باش نعاقب واحد اللي كان حاكم اللي ما بقاش بغيت يبقى، ولا باش نقص شي واحد، ولا هذا عنده غايه في نفسه يعقوب. اللي بقى تفرق على الهيئات السياسيه والعدد الكبير الصوت على العداله والتنميه. فهنا تيقولوا لنا ها القطره اللي غيتجر هذه السفينه في هذا الوقت هذا، حتى شي واحد ما تيمكن يجادل فيها. جلالة الملك الله ينصرو احترم الدستور الجديد وطبق المنهجية الديمقراطية وعين رئيس الحكومة من العدالة والتنمية. هنا عندنا احنا خيارين كحزب سياسي، واش نشاركو واش ما نشاركوش. تنشوفو بأن التجمع إخوان ديال التجمع الوطني الأحرار مشاو للمعارضة، الناس ديال البان مشاو للمعارضة، الناس ديال الاتحاد الدستوري مشاو للمعارضة. إيوا شكون اللي غيدير هاد الأغلبية؟ فإلا تبعناهم حتى حنا ومشينا في الفكر ديال الجيبيت وداكشي كله اللي كان تيدور واللي تتعرفوه تنغير كذلك يعني بصفة خاصة راديو الجموع والناس ديال كذا، كاين واحد الحالة دقيقة في المغرب لو قدر الله وما مشيناش نشكلوا على الاول راه غير ممكن. حنا في نظرنا شفنا بانه من حول الرئيس اللي عينو سيدنا والا اذا هذا هو السر ديال هاد الاغنيه صعبه، اكراهات دوليه اكراهات ماليه. كلكم تبعينا اش واقع في اسبانيا، اش واقع في طليان دابا، اش واقع في اليونان اللي بلاد فلسات بحال شي حانوت تتبيع الخضره الى غيرها. هو هادو معلومات لابد الناس يعرفوها باش حتى الا كانوا غادي ياخذ واحد القرار غدا ولا غادي يتوجهوا شي توجه معين يعرفوا علاش، يعرفوا شنو هي الاسباب ديال هادشي. وشكرا لكم. نعتبروا هذا الراجل اللي من بلادنا مفخره لينا، ودليل على ذلك ان الاجماع ديال جميع الاخوه الحركيين على الصعيد الوطني اختاروه باش يتولى المهام ديال النيابه على السيد الامين العام بعد تولي هذا المنصب. وهذه مفخره لنا احنا ولاد تنغير ولاد ورزات ولاد المناطق، وهذه التفاته كبيره من الحركه الشعبيه. ومفخره لنا كذلك بانه ليس غريبا انه هو اللي كان رئيس لجنه الترشيحات خلال الاستحقاقات المقبله بمعنى المكانه الماضيه اللي المكانه اللي يحتلها داخل قلوب جميع الحركيين على الصعيد الوطني. وهاد المنطقه اللي كيصح فيها الكلمه ديال الله سبحانه وتعالى في القران في كتابه العزيز ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هاد المنطقه عزيزه ويعطيها الله دائما الخير. تكلم السيد المنشط ديال اللقاء هذه المنطقه العزيزه المسؤوليات، وتذكر انه في اطار التهيئ للمؤتمر الحادي عشر انه كانوا جوج ديال الرؤساء الاقدم للجان هو من اقليم ورزازات ومن هذه المنطقه العزيزه. عربي فانا امازيغي من جهه الام، انني كنتشرف ان زوجتي هي من امازيغيه يمثلوا رجالات الحركه الشعبيه. فانتم الان حسوا وحطيتوا وتشرفتوا بقياده وزارة الداخلية في شخص الأمين العام وفي شخص كل الحركيين. هذا وزارة الأمن، وزارة التنمية، وزارة تقدم البلاد، وزارة الوطن كله وتبقى الأمين العام. فهذا اعتزاز وافتخار، ولكن كيوضع على عاتقنا واحد التكليف أن الاستقامة، النزاهة، الإخلاص بدير فرصة. أوسيل وزين مساعد يستجب لكل الملفات المشروعه والمطلبيه اللي غتقوم بها هذه الجهه، وبالفعل هو وزير لكل المغاربه وهو مستعد وكان وكنوصلكم ونبلغ لكم التعذر ديال الحضور ديالو لانه الان موجود في مهمه وطنيه. ورزات هي منطقه سياحيه، منطقه سياحيه بالدرجه الاولى لا في ورزات ولا اذن ها واحد كيتعطى لنا كذلك. واحد النبذه قيمه على تاريخ المملكه وشكون كيميز وكيوقع الاستثناء المغربي اللي ربي يحفظه ودائما حافظه ان شاء الله من كل ما هو تيار معاكس للتقدم وللاطمئنان والاستقرار. هذا من تاريخنا هويتنا، كنا كنجتمعوا في الاسلام السمح والمذهب الواحد المذهب المالكي.
وهذا اللي هذا من بعد الاستقرار ديالنا ماشي استثناء لانه شي حاجه فينا. اصلنا ديمقراطي متفتح ومسالم وحر. هو المستقبل ومستقبل امامنا. كيف قلت لكم في البدايه سي امين العام قبل ما يعطي التفويض لسي سعيده مسكاي، الى مدارس في حاجه، الى مستشفيات في حاجه، الى عدد كثير وكثير جدا من المصالح. التمس من السيد الامين العام المنتدب التدخل، والتدخل الفوري لم يفرق في وقت ما بين أمازيغي وعربي، بين المغرب النافع والغير النافع، فكلنا مغاربة ونريد أن نتمتع بنفس الحقوق وأن تكون لدينا مصالح. فعلى سبيل المثال، إذا زرنا مدينة كبرى كمراكش أو الدار البيضاء، طرق معبدة بشكل جيد، مدارس متوفرة لكل الأصناف. فإذا أنا بكل إخلاص سميت اللقاء لقاء تواصلي. ربما فيه ناس اللي في صفوف الحركة، فيه ناس اللي ماشي في الحركة، ولكن مرحبا بالجميع، لأنه تيهمنا كيف تنقول دائما عندي طموح لأي حاجة هو مصلحة هذه البلاد، كيفاش يمكننا نسلكوا هذه السفينة إلى شاطئ النجاة بكل ما يقع حولنا. حتى القرار ديال المرشح ما تيتخادش على مستوى مركز، راه الاخوان ديال الدائره الانتخابيه هما اللي تيختاروا المرشح ديالهم، يختاروه من الناس النقيين ما يختاروهش من المفسدين، ويختاروه من الشباب ما يختاروه من الناس اللي تتكلم عليهم انت انهم شخو. فعلا تيمكن الشيوخ يفيدوا بالنصح ديالهم ويفيدوا يعني بالتجربه ديالهم، ولكن القرار تيرجع للاخوان ديال الدوائر الانتخابيه في اختيار الاشخاص اللي غيرشحوها، وهما اللي غادي يصوتوا عليها طبعا، فالمسؤوليه تترجع لهم كامله من الاول حتى الاخر. وزاره الداخليه قرار حركه ام شنو اخر، انا كان لي الشرف نكون من الناس اللي كانوا تيتفاوضوا حول الحكومه، وفسرت لكم شنو هما الاسباب اللي دتنا نتفاوضوا. وطبعا انه طالبنا يعني بمناصب اللي يمكن نفيدوا بها البلاد، واللي يمكن نفيدوا بها الشعب المغربي، واللي يمكن نستافدوا منها احنا كذلك باش نكونوا واقعيين. الاخوان تيتكلموا على التناقضات وتيتكلموا على هادشي، راه كاين ظروف صعيبه جدا. اما اللي تنشوفوا انه الاخوان ديال البي بي اس اللي كان بالامس القريب في امس عليه عطا تيتسمى بالحزب الشيوعي، والشيوعيه تقول بانه في الشعوب وتسو. الشعار اللي تدار دابا في اللافته اكسبريانات ديال المغرب الجديد، التواصل غادي يكون عنده القرار الاخير في جميع القرارات اللي غيتخذ، ما بقاش غيتخذ قرارات مركزيه لا في ليسانس ولا في المواد الاستهلاكيه ديالو الى غير ذلك. الان كاين واحد عدد القوانين اللي تعطي صلاحيات حتى لهذا المرصد الاخير باش يمكن ليه يقدم، ولكن ما استطاعش نوصل لهذا المبتغى رغم اننا هذه واحد العجيبه وما تقبلش. ولكن في المناظرات ديال الطلبه اللي كانت تكتب ديال الجماعات المحليه راه تخصها 2% وتتمشي للجهات. راه هنا راكم وطال الله في عمركم وسدد خطاكم. بعد تقديم آيات فروض الطاعة والولاء لجلالتكم الموقرة، وانسجاما مع توجيهاتكم السامية التي نعتبرها نمراسا منيرا للتنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، تنظم الحركة الشعبية المؤتمر التأسيسي يومه الأحد 15 أبريل 2012 تحت شعار جميعا لكسب رهانة المغرب الجديد، وذلك يا مولاي للانخراط في هذه التنمية التشاركية الديمقراطية، ورغبة منا حركيات وحركيين المشاركة الفعالة والفاعلة في التنزيل السلس
للدستور الجديد. وسيرا على الطريق الذي رسمتموه يا مولاي بهذا البلد الأمين وحركيات يا مولاي متشبتين بالدفاع عن حوزة الوطن، مستلهمين من حكمتكم السديدة وتوجيهاتكم النيرة للعمل قدما على تحقيق التنمية المستدامة بهذا الإقليم. ما لاحظتم في إطار تفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر الحادي عشر وكذلك القرارات اللي خرج بها المكتب السياسي وفي إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة التي تشهدها المملكة العزيزة، قرر المكتب السياسي القيام بخرجات للتواصل مع الهياكل المحلية في إطار التهيئ والتأسيس والتجديد للمكاتب المحلية. هذه الخطوة التي لاحظتم الآن في إقليم تلغير سبقتها عدة لقاءات في مختلف مدن المملكة وبخصوص في الجهة الوسطى، دار البيضاء بن ملال خريبكا واتزون في قيب صالح، الآن جينا المنطقة الجنوبية بن ملال الوزارة التنغير وتتبعها لقاءات أخرى. لاحظتم التجاوب الآن ديال جميع المناضلين الحركيين مع هذه الدعوة اللي الآن غتفعل على إثرها تكوين المكاتب الجهوية والمحلية والإقليمية. سننطلق الآن من المكاتب المحلية فيما يتعلق بإقليم تنغير لأنه عملية جديدة وحديثة ستشهد تأسيس للمكاتب المحلية. سننطلق من بعد إن شاء الله إلى عاصمة الجهة وكذلك وهي مدينة ورزازات لتفعيل هذه المقتضيات. هذا كله في إطار التهيئ والتحضير للاستحقاقات القادمة التي نتمنى أن تتبوأ في الحركة الشعبية المنزلة والمكانة التي تستحقها. وشكرا. أنه تنفيذا القرارات المتخذة في إطار المجلس الوطني الأخير وتفعيلا توجيهات السيد الأمين العام خلال هذا المجلس بإعطاء دفعة قوية على مستوى استراتيجية تنظيمية داخل الأقاليم، واعتبارا لخصوصية إقليم تنغير اللي هو إقليم جديد لا يتوفر على هياكل لا سيما الكتابة الإقليمية، فقد قررنا مجموعة من مناضلي هذا الحزب على مستوى الإقليم تنظيم هذا اللقاء التواصلي اللي حاولنا نجمع فيه واحد ممثلي ديال جميع الجماعات المكونة للإقليم وهي 25 جماعة من أجل تدارس مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بالخروج بنظرة موحدة من أجل تكوين الفروع على مستوى كل جماعة وعلى مستوى القيادات في أفق استعداد ظرف شهر أو شهر ونصف بالعودة لانتخاب المجالس الإقليمية، وهي طبعا مبادرة من واحد مجموعة من الإخوان ولقيت تجاوبا مع مجموع الجماعات باعتبار أن هذا الحضور اللي عينته اليوم ليس هو عدد المناضلي ومناضلات الحركة الشعبية على مستوى الإقليم، وإنما اختارنا تمثيلية في حدود 4-5 ديال الناس على كل مستوى كل جماعة. وكما لاحظتوا بأنه الإخوان خرجوا بقناعة من أجل تحسيسهم تكوين هذه التنظيمات الأساسية، لأنه الحركة الشعبية خدات هذه السنة كاستراتيجية وكاستراتيجية للتنظيم على المستويات المحلية. وشكرا. سي محمد هاشمي منسق حزب الحركة الشعبية بإقليم تنغير من مواليد قلعة مكونة. احنا درنا اللقاء التواصلي باش ان شاء الله نوجدوا الهيكل هذا الحزب في الاقليم الفتي اللي الله تخلق مؤخرا، باش حنا ان شاء الله نكونوا من السباقين لهيكلات الحزب ديالنا ان شاء الله على الصعيد الاقليمي ونديروا الفروع ان شاء الله ونخرجوا بواحد المكتب الاقليمي في القريب العاجل ان شاء الله. وتنشكروا الناس اللي يعني عاونونا في تنظيم هذا اللقاء المهم جدا، وتنشكروا الأمانة العامة والناس ديال المكتب السياسي اللي وازرونا وعاونونا باش ان شاء الله نتوفقوا في المهام ديالنا كمنسق اقليمي ان شاء الله بحول الله وقوته. وتنشكروا الجميع وبالخصوص المناضلين ديال الحركة والمناضلات، وتنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. وشكرا. اللقاء ديالنا اليوم مع السكان ديال اقليم تنغير تيندرج واحد استراتيجيه اعتدم ديال الحركه الشعبيه من اجل الهيكله لا على مستوى المركز والمحلي ديال الحركه الشعبيه ولا على مستوى الاقاليم والجماعات الى غير ذلك. ف
فاليوم فعلا في التواصل حسنا المواطنين بواحد العدد ديال المشاكل اللي ربما ليسوا على علم منها ولي تتهم الاستقرار ديال البلاد الثانية وكذا ديالنا. ودرنا نداء تنحطوا الجميع انه يحسن الاختيارات وان نديروا مجالس لانه سياسة القرب تتلعب واحد دور كبير في وطن ديالنا، لا في التوعية ولا في التأثير ولا في التدبير ديال الشأن المحلي. ودوزنا واحد العدد ديال الرسائل التقطها الناس بكل كدا، وهذا تيبان من خلال الأسئلة اللي طرحت علينا وجاوبنا عليها. فاللقاء ديال اليوم يهدف إلى خلق فروع محلية يعني في إقليم تنغير اللي حنا تنفتقروا فيها إلى فرع واحد مع النجف، فنخلقوا فروع ومن هذه الفروع طبقا للمقتضيات ديال القانون الاساسي ديال الحركه الشعبيه غادي نخلقوا مجلس الاقليمي واللي غادي نبثق عليه المكتب الاقليمي واللي غادي يكون صله وصل بين المواطنين في هذه المنطقه الغاليه علينا وما بين الحزب على مستوى ديال المركز في الرباط. شكرا لكم. شكرا.